يعني شو اللي كان يتعبك أكثر؟ سلبية السياسيين بوساطاتك أم سلبية الخاطفين عن تحرير رهائن معينين؟ لا أكيد سلبية السياسيين، لأنه سلبية الخاطفين عم تتعاطى مع حدا بتعرفه خصمك أو بتعرفه عدوك أو بتعرفه مجرم أو بتعرفه إرهابي، بس هون عم تتعاطى مع أهلك، عم تتعاطى مع خليني أقول عم تتعاطى مع ناس تعتقد وتجزم وتريد أن يكونوا أكثر إيجابية خدمة للناس وخدمة للوطن، وهذا أصعب. يعني لما تكون عم تتعاطى مع عدو بتكون جاهز لكل الاحتمالات وعندك ثقة أنه هذا عدو، بس مع من ذكرت ولأنه الثقة مفقودة ما بين الأطراف فهذا يجعل العملية أكثر صعوبة. عندك تواصل دائم مع جهات سياسية؟ يعني عندي تواصل بالوقت الحاضر؟ عندي تواصل مع الجميع بشكل طبيعي وأتكلم معهم عندما تدعو الحاجة. نعم. كمان انحكى أنه مؤخرا قمت بزيارة والتقيت الرئيس السوري بشار الأسد، هل كانت زيارة شخصية أم زيارة لملف معين أو لمهمة معينة؟ لا لم تكن زيارة إلى علاقة بملفات، رغم أنه هناك ملفات أستمر في العمل عليها، بس لم تكن زيارة لها علاقة بالملفات. زيارة كانت تتويجا إذا بتريد استاذ جورج لنهاية خدمتي في الأمن العام ونهاية الفترة 13 سنة التي ترافقت مع بداية الأزمة السورية. يعني كتير معروف أنه أنا استلمت هذه المديرية مع بداية الأزمة السورية، وكانت أكثر انشغالاتي لها علاقة بهذه الأزمة، كان بالمفاوضات أو بالنازحين أو إلى آخره. هل كان في كلام له علاقة بهذه المرحلة أو بوضع لبنان الحالي أو بملفات مرتبطة بالحاضر؟ أنا برجع بأكد لك أنه بهذا اللقاء وبكل لقاءاتي بسوريا لا نعرج على الوضع السياسي اللبناني، ليس هناك اهتمام على مستوي على الأقل، ليس هناك اهتمام سوري حالي بالوضع السياسي اللبناني أبدا. ليس هناك اهتمام أبداً سوري بالوضع السياسي اللبناني الداخلي. ليه؟ غريب. بدك تسأل مع أنه الغير مهتمين. لا بس حضرتك يعني خبير يعني بالامور وبخفاياها وبواقعها. صحيح. بس يعني انا هل سوريا يعني مشغوله بحالها وباعاده الاعمار وبالملفات الضاغط عليها ولا لا؟ انا لما برجع بقول ولا عندها ثقه أنا ولا عندها ثقه بحزب الله هون؟ قد يكون. بس انا لما بروح على سوريا او بكل زياراتي على سوريا كان عنوانها اما ملفات تفاوض لها علاقه بسوريا أو موضوع النازحين. يعني ما في موضوع ثالث، ما في موضوع سياسي. لا لا لم ندخل في انتخابات السياسة، الرئاسة، الحكومة، لا لا أبداً. وزير من هون، قصة أبداً من هون، أبداً. نايب من هون، أبداً.